تعتبر شريحة الشباب من الشرائح المهمة جدا، وهي تعتبر الدينامو المحرك لعجلة التوعية والثقافة والتغيير كثير جدا من المفاهيم. عندهم طاقات كبيرة جدا، إذا قدرنا نستفيد منها ممكن نكون حسب مساق الشخص أو حسب مساق الشاب ممكن نستفيد منها في جانب معين. في الآونة الأخيرة انتشرت عدد من المنظمات التطوعية الكبيرة جدا، لكن إحنا لسه محتاجين لعدد من المنظمات اللي ممكن تكون بتعمل بمنهجية أكثر عشان يكون العطاء بالنسبة لها ذات مردود واسع، وفي نفس الوقت يكون الأثر باقي. جامعة الخرطوم كلية الطب رابطتها فكرت في أنه لما يكون في مؤتمر ممكن يكون اسمه المؤتمر العمل التوعي، باعتبار أنه هو يجمع عدد من المنظمات ويعمل على تشبيكها. هنتكلم عن الموضوع ده معنا دكتور محمد الصديق العاقب، نائب رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر. صباح الخير عليك. صباح النور عليك يا روى، كيف أخبارك؟ كيف أنت؟ كويس؟ الحمد لله. الحمد لله. هو المؤتمر مؤتمر العمل الطوعي. مؤتمر العمل الطوعي تحت رابطة طلاب كلية الطب جامعة الخرطوم. جميل. طيب من وين جات فكرة إنكم أنتوا تعملوا مؤتمر؟ يعني المنظمات دي كلها ما شغالة من زمان يعني، لكن من وين جات فكرة إنه تكون في مؤتمر شامل وجامع لعدد من المنظمات؟ طيب نحن أصلاً يعني في رابطة طلاب كلية الطب عندنا أصلاً منظمات طوعية مندرجة تحت الرابطة، يعني أصلاً يعني طالب الطب في كليتنا ما غريب عليه إنه هو يكون أصلاً عنده الفكرة بتاع التطوع. غير كده حالياً في البلد الاحتياجات اختلفت، يعني من مع الفترة الانتقالية والحكومة الجديدة واحتياجات المجتمع نفسه، واللي هي ده اللي بتطلع منه نفسها الأورغانيزيشن بتاعت العمل الطوعي، بيجي إنه في نيد إنه هسي العمل الطوعي ده يزيد من كفاءته في الفترة دي. فهنا جاءت الفكرة إن إحنا مفروض في هذه الفترة نحن مفروض نشتغل على العمل الطوعي باعتبار إنه هو قوة مدنية لا يستهان بها، وإنه يكون يعني مع الحكومة وإنه نحاول ينمي البلد في الفترة دي يعني. صحيح. طيب يمكن يكون يعني ده الهدف الأساسي من أيوة. من المؤتمر. أيوة. طيب يمكن في الفترة الأخيرة وعموما في السنوات الماضية نشأت عدد كبير جدا من المنظمات الطوعية. فأنتوا كيف قدرتوا إنكم تجملوا كل المنظمات دي عشان تيجي تشتغل معاكم من خلال المؤتمر؟ فعلا يعني يمكن يعني الزيادة الرهيبة في عدد المنظمات الطوعية ذاتها كان واحدة من المشاكل أو واحدة من الأسباب اللي خلتنا نفكر في المؤتمر، يعني إنه نحن محتاجين المنظمات دي مثلا هي بتجي كثير شديد، فبالتالي ما بيكون الناس دي مثلا بتجي منظمات ما عندها رؤى واضحة، منظمات ما عندها برنامج أو goals واضحة وكذا، أو ما في منهجية معينة بالضبط كذا. فدي الحاجة اللي بتخلي إنه العمل الطوعي يكون كفاءته بسيطة. نحن عموما هسي في المؤتمر ده نحن ما أقول لك يعني ما شاملين كل المنظمات الممكنة في الزمن، لأنه ده بروجكت حيكون كبير شديد، لكن أيوة. إحنا ساعين إنه نحن نصل للحاجة ده الجول بتاعنا الأساسي يعني. طيب إنتوا حاسس شاملين منه؟ طيب نحن هسي شاملين المنظمات الطوعية في الخرطوم، وأخذنا يعني random sampling أو طريقة عشوائية، شلنا بعض المنظمات على سنة إحنا نعمل لجزء منها تأهيل إنه هي كيف ممكن يعني لقيتنا منظمات بادية لها سنتين، فشفنا إن إحنا نعمل برنامج نحاول نوري الناس الخطوة الأولى إنه هو كيف يقدر يتطوع بطريقة كويسة. دي الفكرة. الفكرة دي ذاتها جات من إن إحنا في مشاكل يعني في العمل الطوعي ككل. المشاكل دي إحنا هو ده كلام شين في ناس ما بيقول، لكن دي مشاكل إحنا مفروض يعني عشان نحل أي مشكلة لازم في البداية نتعرف على المشكلة ونعترف بها في البداية. فالمشاكل كثيرة يعني من التدريب والإدارة بتاعت المنظمات، ومن ضعف التمويل وضعف الثقة بين الناس وعدم التشبيك بين المنظمات نفسها، ما في رؤية للعمل الطوعي، ما في long term strategic planning للعمل الطوعي، والله يا أخي نحن عايزين نصل لكذا وعايزين نعمل كذا كرؤية مشتركة أو جامعة كل المنظمات. تلقى كل منظمة شغالة براها، كل منظمة يعني بيكون فيه دار للطاقة في نفس الوقت للمصادر الممكن ان انت تكون بالضبط موجودة كده. عندك بالضبط كده. طيب يمكن المؤتمر هو ان شاء الله حيكون في شهر ديسمبر. في شهر ديسمبر المؤتمر مقسم لثلاث اقسام، في المؤتمر اللي هو سيد الاسم شهر ديسمبر 3-4-5-12 حيكون قبل وين؟ المؤتمر في مامون بحيري. في مامون بحيري في قبل المؤتمر ورش عمل، ورش عمل مستهدفة المنظمات زي ما قلت لك اللي هي بدت من امبارح، وبكرة حيكون في واحدة ويوم الخميس. في ورش بعد ذاك بعد المؤتمر برضو حتكون مواصلة للورش بتاعتنا دي. بعد ذاك نحنا حنعمل زي برنامج تطوعي مصغر، نحاول نلين فيه المنظمات اللي اشتغلنا معها دي، نحاول نخليهم يعملوا زي برنامج موحد إن هم كل كشنو كبراكتس، لأنه نحنا
يعني نغير الطريقة الأحادية كنا شغالين بها كل منظمة براها، لأنه إحنا لا ممكن نجيب منظمات دي يعملوا projects مشتركة مع بعض. أيوة إنه يكون حتى الإمباكت بتاع المجتمع أكبر يعني. صحيح تمام. طب يمكن أنت قلت بالأمس بدأت أول الورش في المؤتمر. طيب الورش هي الهدف منها تدريب، وهل أنتوا في تدريب اعتمدتوا على المتطوعين في حد ذاتهم، ولا استفدتوا واستعنتوا بخبرات ممكن تكون هي عندها باع طويل جدا في مجال المنظمات؟ أيوة الورش طبعا الهدف بتاع زي ما قلت، لكن احنا عايزين نبدا ننشئ يعني ثقافه بتاع التشبيك بين المنظمات. تمام. نحن جبنا هم ناس اكسبيرتس في مجالاتهم، خبراء وهم ايوه خبراء، وهم ذاتهم متطوعين يعني ما يعني وي هافنت بيد فور ذم، هم ذاتهم جونا الفكره يعني احنا بنعرض الافكار عليهم عجبتهم جو حبوا يساعدونا يعني، وما حتكون بس في برجتي حيكون حتى مساعده ان شاء الله ليه لقدام يعني. تمام. طيب يمكن واحدة من المشكلات دائما إنه الناس لما يكون في أي مشروع بتجتهد عشانه، بتعمل حاجات كثير عشانه، لكن بيبقى إنه موضوع المتابعة والتقييم لأنه لأي مدى ممكن تكون تمت الاستفادة من الورش من المؤتمر بعد ذلك. هل في خطة مسبقة أنتوا عملتوها عشان تكون في تفادي للمشكلات دي؟ طبعا يمكن يعني التقييم أو المعتق يعني evaluation دي واحدة من المشاكل، هي أصلاً ما بس يعني حاجة مهمة شديد في البروجيك عموما في البروجيك مانجمنت، ويمكن ده ذاته كان الهاجس الكبير يعني. إحنا عشان نقوم الفكرة بتاعة المؤتمر دي تصل لفكرة النهائية أو الصورة النهائية، كنا بنمشي لناس أصلاً هم experts في المجال بتاع العمل الطبي، بيسألونا أنتوا يا جماعة مؤتمركم ده بس حيكون ده ولا ها يعني نجي بس نتكلم وبتاع ونمشي ولا حيكون في شنو؟ فبيجي الهاجس انه نحن غير انه المؤتمر ان احنا السستينابيليتي بتاعت المؤتمر ذاته الاستمراريه عامله كيف بالضبط الاستمراريه. ف ف فلا نحن المؤتمر بتاعنا ده هو عباره عن بدايه بس خطوه اولى يعني نتعرف فيها على الاكسبرتس بتاعت المجال، نتعرف فيها على المنظمات، نتعرف فيها على الجو بتاع العمل الطوعي، نحاول نحدد بعض المشاكل ونقترح حلول بس. لكن الشغل لسه ما بدأ، أنا بقول للناس يعني الشغل اللي نحن عايزينه لسه دي حاجة بس يمكن تكون بداية، لكن حيكون لا نحن حنقعد تاني حنشوف أول حاجة حنقيم الحاجة اللي عملناها دي وحنشوف إنه التقييم دي نحن كيف البروجرام ده اللي قدام حيستمر والشكل بتاعه حياخد يأتوا منحنى. يعني انتوا حسب يتمهدوا الأرض عشان أيوة تكون الزراعة بعدين يكون عندها الأرض. نتيجة أنا برضو كويسة. من خلالكم يعني دارس الرسالة لكل الناس، كل المنظمات اللي شافتني الليلة، كل الناس الاكسبرتس في مجال العمل الطوعي اللي هم مش بس عايزين يتطوعوا يعني بس زول عايزين، لا هم عايزين يغيروا من طريقة العمل الطوعي ومفهوم العمل الطوعي. يعني نحن دارين نرسل رسالة بتاعت عمل طوعي فاهم أو واعي، فرسالة إن الناس تصلنا أي زول عنده حاجة عايز يقدمها لنا، أي منظمة عايز تشارك معنا، إحنا بابنا مفتوح في كل الطبيعة والخوف. جميل. طيب واجهتكم بعض الصعوبات؟ يعني المنظمات دي في جزء منها بيعمل سنوات عديدة اللي ممكن نقول لورا، فهل لقيتكم مشاكل في إنهم هم يعني استغربوا الفكرة أو حسوا إنه أنتوا جايين حس عشان تغيروا لهم حاجة فما استجابوا معاكم وكذا؟ طيب يعني هو فعلا يمكن دي واحده برضه من الحاجات اللي كانوا واجهتنا، انه والله يا اخي المنظمات ذاتها فيها يعني تباين كبير، في منظمات بدت قبل فتره كبيره شديد وفي منظمات بدت لها سنه سنتين، فكان التعامل مع كل المنظمات دي بنفس الطريقه كان حيكون سيء يعني وما كان حيكون حاجه واعيه. فنحن المنظمات يعني كون انه في مشكله دي يعني نحن ما لقانا زول قال لنا يا جماعه ما في مشكله، كل الناس حتى المنظمات القديمه الكبيره حتى المنظمات الجديده هم عارفين انه في مشكله. الناس الكبار الناس يعني كانوا شغالين قبل فتره نحن صراحه استنينا بهم برضو كخبراء، لان هم في النهايه ما بس انه نحن عايزين نجي نصلحهم او نحن والله يا اخي متسلطين على شكل التقليد بتاع العمل الطوعي، لا دي فكره ذاتها سيئه، لا نحن عايزين مع بعض انتوا الناس القدام، انتوا في النهايه هم خبرتهم اكبر مننا احنا كطلبه الطب يعني عايزين نقعد نحن بس كفاسيليتيترز او مسهلين للموضوع، عايزين نقعد معاكم انتوا تقدموا خبرتكم، الناس الصغار يستفيدوا منكم وانتوا ذاتكم نستفيد من طاقات الشباب طاقاتنا نحن يعني في الموضوع. جميل. دي كانت الفكره. طيب المؤتمر في حد ذاته كان محتاج لانه تكون في دعم بالنسبه لكم او معينات بالنسبه لكم عشان المؤتمر يكون بشكل جيد جدا، فهل في ناس ساعدتكم في الحاجه دي وقدمت لكم الدعم؟ والله في ناس ساعدوا قدموا يعني احنا السيستم بتاعنا انه بنطلع خطوات بتاع الدعومات للبرامج بتاعتنا، في ناس ساهموا لكن لسه احنا طمعانين في الناس يعني عايزين مساهمات زياده برضو ما في مشكله، في شركات دعمتنا يعني. جميل. بقروش يعني. تمام. طيب ممكن تكون واحده من الحاجات المهمه جدا في انه حاسه كثير جدا من منظمات العمل الطوعي
بتشتغل حسب الموسم. يعني الشتاء الناس كلها بتكون شغالة بنفس الحاجة، ومرات انت مثلا كطالب طب ممكن تكون مساهمتك في حاجة مختلفة تماما، يعني انك انت تشتغل في مجالك الطبي في نفس الوقت انت بتكون خدمته في نفس الوقت في نفسك. فما فكرت انه برضو من خلال المؤتمر ده انه يتم تصنيف المنظمات او على الاقل المنظمة تكون شاملة لكل الحاجات؟ ولا التخصصية لقيته انه لما عملت سيرفي كده انه التخصصية هي افضل ونتائج افضل؟ طبعا التخصصية دائما أفضل. يعني نحن عندنا مشكلة، يعني ما بس في العمل الطبي، في أي حاجة بتلقينا جايطين، أي زول شغال في أي حاجة يعني. فبقت الفكرة إنه نحن هسي لما جينا يعني جبنا المنظمات، أول حاجة عملنا لها كلاسيفيكيشن إنه أنتوا ناس التعليم قعدوا هنا، أنتوا ناس الصحة، أنتوا ناس الفقر، ناس التنمية المستدامة، كل حاجة براها. ويمكن حتى يعني البرود أوبجكتيفز أو الجولز الكبيرة دي، الهدف الكبير دي نحن عندنا معاه مشكلة. المنظمة ما بتكون عندها حاجة معينة عايز تشتغل فيها، بتلقيها شغالة هنا، بعد شوية بتقوم تغير الفكرة بتاعتها شغالة هنا. حتى المتطوع، والله الكلام ده كتير يعني، حتى المتطوع بيكون ما عارف إنه هو عايز يشتغل شنو بالضبط. يعني بتلقيه يعني بيحصل له في النهاية بيرن أوت أو بيقيف، يعني بتلقيه أجره هنا في كيس صايم معاش. طبعا إحنا ده ما يجحف في حق المنظمات شغالة، لكن إحنا برضو في مشاكل المفروض نقعد نحلها، دي حاجة ما بنقدر ننكره يعني. طيب ما فكرتوا في انه لازم تفكروا خارج الاطار، ممكن نقول انكم تجيبوا ناس من برا قادرين يقيموا الصوره من بعيد، ما زي زول لما يكون في نفس في جوه الحاجه ما بيقدر يقيم، لكن لما تجيب مثلا خبير استراتيجي او خبير بتاع اقتصاد او غيره من بعيد ممكن يكون شايف المشاكل ويقدر يفيدك يعني، لكن انت شايف اعتمادكم كله على الخبراء من داخل المنظمات. طيب نحن يوم 5 في المؤتمر، اصلا اليوم ده هو مفتوح، عاملين فيه يعني عرض لكل التجارب بتاعت، يعني نجيب المنظمات هم ذاتهم بيتكلموا عن مشاكلهم. استعنا بناس اليو ام في، يونايتد نيشن فولنتيرز، اللي هم ديل انترناشونال فولنتير اورجانيزيشن، هم ديل يعني عندهم موديل بتاعه تطوع جميله جدا يعني. يمكن ديل كانوا هم الاكسترنال اكسبيرتس اللي احنا مشينا لهم عشان نحن نفهم هم ذاتهم فعلا يعني كان عندهم رؤيات بحيث نستفيدنا منها. انه يا اخي لا، اصلا هم ما شغالين مثلا بالنظام بتاع انه مثلا دي منظمات او كده، هم بيتعاملوا مع المتطوعين كمتطوعين كلهم كده. لما يكون في نيد معين او في احتياج في حته معينه بدقوا للناس، يا جماعه امشوا الحته الفلانيه بس. لكن ما قصد انه دي منظمه معينه شغاله في كده منظمة يعني. فنحن دي لسه اصحابناهم معنا، حيكونوا معنا ان شاء الله يوم 5. جميل. طب بالتوفيق ان شاء الله لكم. ممكن في الختام فرصه لك انك توصل اي رساله او حابه توجه كلمة للناس أو للمنظمات بين هي تنضم عليكم من خلال المؤتمر؟ والله أخي في البداية أنا عايز أشكركم أنتوا للفرصة دي يعني تحتوا علينا. عايز أشكر برضو كل الناس، كل المنظمات اللي وصلناها، كل الإكسبرس اللي وصلناهم وساعدونا في الموضوع. عايز برضو أوجه رسالة للمنظمات يعني العمل الطبيعي، يا جماعة نحن في فترة حرية، نحن عايزين ننهض بالبلد دي، عايزين نحن نغير من بلدنا. فبالتالي نحن عايزين عمل طوعي فاهم، عايزين منظمات تكون فاهمة المتطوع ده هو مهاراته شنو تقدر تنميها، عايزين متطوع لما نخش المنظمة يكون فاهم انه هو حيعمل شنو عشان ما يحصل في النهاية مشاكل وكده. برضه عايز اوجه رسالة للقطاع الخاص، اخواننا ساعدونا يعني، نحن العمل الطوعي ده في النهاية من غير قطاع خاص ما بيقوم يعني. والقطاع الحكومي برضه يعني عشان يسهل كثير جدا. يسهل لنا. جميل. شكرا لك دكتور محمد الصديق العاقب، نائب رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، والتوفيق لكم إن شاء الله من خلال المؤتمر، وإن شاء الله يكون مؤتمر ناجح جدا وتظهر نتائجه ملموسة على أرض الواقع. شكرا لك.